لسه يا ابني، ما هو انا 2005 اتحليت، 2020 اتحليت، انت جاي كده تقول لي يا ابني بقعد سنتين ثلاثة بتحل وبنقف في ضهري معاليك لما تلاقي الحل جاي ضد النادي. صح، انت نفسك في ترند؟ انا عمري ما عايز اكون ترند على حساب النادي، اولع انا واولع اي حد من جمهور الزمالك. سؤال ثاني قدام الناس، انت جاي المحكمه ليه؟ شغله شغلك. لا لا لا، جاي شغل. حضرت معانا القضيه؟ لا ما حضرتش. ما سمعتش؟ خلاص يلا كده طبعا. انت حضرتك ما تعتبرش ضمن هو نفس هيموت، هيموت جعجعه. عيل مسؤول، انت عيل مسؤول. خلاص لا لا لا، مش خلاص. لا لا، ماشي كده حياتك. بقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ انا الجمهور اللي بيتحرق ده، انا الجمهور اللي بيتحرق ده. هو طب معانا ولا عليك؟ بس لا لا لا، انت ترد شيلك، انا محامي قبل ما جاي شغله بالظبط، واخد بالك؟ ولا جاي شغله ولا بتاعه، جاي عشان يستفز حضرتك. هو في النهايه ما قالش حاجه مفيده. حضرتك مصر كلها شافت انجازات.